أسقطت امرأة أمريكية من بروكلين الاتهامات التي وجهتها إلى النجم المغربي سعد المجرد بالضرب والاعتداء الجنسي عليها أثناء رحلة سياحية إلى نيويورك بحسب محاميها. وقال محامي المرأة الأمريكية رفعت حرب لموقع عربية الناطق باللغة الإنجليزية أنه تم تسوية الشق المدني الخاص باتهامات موكلتي ضد سعد المجرد وهي لا تنوي مواصلة الشق الجنائي. وأكد المحامي أن موكلته لا ترغب في مواصلة الدعوة الجنائية، مشيرا إلى أن الأخبار التي تتحدث عن ذهابه إلى فرنسا لرفع الأمر لدى القضاء من أجل تسليم المجرد لا أساس لها من الصحة. وذكر المحامي أن القرار النهائي في القضية سيتخذه مكتب الادعاء العام في نيويورك، ويواجه المجرد محاكمة في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاما تدعى لورا وتعمل في صناعة الأزياء. واتهمت المرأة النجم المغربي باغتصابها في أواخر أكتوبر. شكرا لاستماعكم لقناة جو ستوري.